يمدحك الناس عادة لمهارتك التحليلية وتفكيرك المنطقي؟ هل تدرك من هو المجرم بمجرد أن تفتح رواية بوليسية جديدة؟ إذن من المؤكد أنك ستحب هذا التحدي. لن تحتاج سوى حل 10 من 15 لغز على الأقل، وستحصل لنفسك على لقب أذكى محب للجانب المشرق على الإطلاق. ولكن حتى إن كانت نتيجتك أسوأ من ذلك، لا تفقد معنوياتك، فالتدريب يؤدي إلى الكمال. عند الإشارة 1 2 انطلق. 1 غرفة مغلقة. لديك مستودع في المنزل لا يمكن إغلاقه سوى بقفل من نوع خاص، يغلق بدون مفتاح، ولكن لفتحه عليك استخدام المفتاح. الشخص الوحيد الذي يملك المفتاح هو أنت، ولا يوجد أي نسخ منه. تغلق الباب بكل حرص وعناية في كل مساء، ولكن في أحد الأيام تم العثور على دبوس ذهبي في وسط المستودع بعد أن سرق في الأمس. تتهمك الشرطة بأنك اللص لأن لا أحد غيرك يملك المفتاح وأنت تعيش بمفردك، إلا أنك على يقين من أنك بريء. ولكن كيف ظهر الدبوس في المستودع؟ لديك 10 ثوان لتثبت براءتك. بينما كنت في المستودع، غير المجرم الحقيقي القفل. لم تكن في حاجة إلى المفتاح لإغلاقه، لذا لم تدرك أن القفل قد تم تغييره. ولاحقاً فتح اللص القفل بمفتاحه الخاص وترك الدبوس داخل المستودع. 2 أبواب غامضة. قدت سيارتك لساعات طويلة، ولكن في النهاية أدركت أنك قد أضعت طريقك. تشعر بالإرهاق والعطش والجوع، ولا تملك المال لشراء أي شيء. وفجأة تشاهد على جانب الطريق 4 أبواب. خلف الباب الأول هناك الكثير من مياه الشرب، يخفي الباب الثاني الكثير من الأطباق الشهية. وراء الباب الثالث هناك غرفة مريحة في فندق بسرير دافئ. وإن فتحت الباب الرابع ستشاهد كومة من أموال. أي الأبواب ستفتح أولاً؟ أول باب عليك فتحه هو باب سيارتك. 3 لغز المستأذب. في الليلة الماضية وأثناء اكتمال القمر، اختفى العديد من الناس من المدينة. يعتقد السكان المحليون أن الفاعل هو المستأذب، وتم استدعاؤك للتحقيق في هذه القضية. هناك 3 مشتبه بهم، ولكن لدى جميعهم حجج غياب. كان جاك يتنزه مع حبيبته بجانب النهر، وكان ليفاي يختار خاتماً فضياً لنفسه من المركز التجاري، وكان لدى لوك الذي يعمل كحارس للمتحف دورة عمل ليلية. لديك 10 ثوان فقط لمعرفة الحقيقة. كان جاك يتنزه عند اكتمال القمر ولم يتحول إلى مستأذب. لم يكن ليفاي خائفاً من ارتداء خاتم فضي، إذن المستأذب هو لوك. 4 خطأ فادح. تم تأجير مجرم شهير يدعى بين لسرقة مستندات هامة من رجل أعمال ثري. كان الرجل في إنجلترا في ذلك الوقت، وكان على بين أن يقوم برحلة من نيويورك إلى لندن. وهناك اتجه نحو الفندق وأعطى رشوة لموظف الاستقبال ليخبره بمكان رجل الأعمال. غرفته في الطابق الثالث، أول غرفة على اليمين. عندما وصل بين إلى المكان الصحيح، طرق الباب ولكن لم يفتح أي أحد، لذا اقتحم الغرفة وبدأ في البحث عن المستندات. ولكن سرعان ما أدرك الرجل أنه في الغرفة الخطأ. كيف يعقل أن يحدث ذلك إن لم يكن موظف الاستقبال يكذب؟ في إنجلترا يسمون الطابق الأول بالطابق الأرضي، ويعني ذلك أن رجل الأعمال كان يقيم في الطابق الرابع. 5 الفرار من السجن. تم القبض عليك وزجك في السجن لعدة أشهر، وفي أحد الأيام تمكنت من فتح الزنزانة والوصول إلى البهو. هناك 3 مخارج، رجل ضخم ومفتول العضلات يحرس أحد السجناء، والثاني يملك كلاباً شرسة، وأمام المخرج الثالث هناك قنبلة ستنفجر بعد 5 دقائق.
أي مخرج ستختار؟ انتظر حتى ينتهي الانفجار ومن ثم اهرب من المخرج الثالث. 6. منزل ملعون. في أحد المرات سمع أحد المسافرين عن منزل ملعون يعيش فيه مصاص دماء وشابة حسناء، وبما أن الشائعات تقول إن الحسناء قد سجنت في المنزل رغما عنها، قرر الرجل مساعدة الفتاة، ولكن عندما كان يتحدث معها صرخت فجأة: لقد عاد مصاص الدماء، يجب أن نختبئ في القبو ونحكم إغلاق الباب. وهذا ما فعله بالضبط، ولكن في الصباح تحول المسافر إلى مصاص دماء. لديك 10 ثوان لمعرفة كيف وصل إليه مصاص الدماء. كانت الحسناء هي مصاص الدماء. 7. خطة الهروب. اختطف بعض المجرمون 3 من موظفي البنك وحبسوهم في القبو بنافذة واحدة موجودة في الأعلى، فقرروا أن يهرب أحدهم على الأقل ليستدعي الشرطة. وقف الرجال على أكتاف بعضهم البعض، ولكن لا يزال الرجل في الأعلى لا يستطيع الوصول إلى النافذة، ولكن من ثم غيروا شيئاً واحداً فقط وتمكن أحدهم من الفرار. لديك 10 ثوان لمعرفة ما فعلوه. تسلق الأطول قامة إلى الأعلى، وبما أن هذا الرجل كان يتمتع أيضاً بذراعين طويلتين، فقد تمكن من الوصول إلى النافذة. 8. بائعة تذاكر عبقرية. ذهب سائح لا يعرف التحدث باللغة الإنجليزية إلى بائعة التذاكر في محطة مترو الأنفاق في نيويورك. التذكرة الواحدة تكلف 50 سنت، فأعطاها الرجل دولاراً واحداً. أعطت بائعة التذاكر تذكرتين إلى السائح بدون أن تسأله حتى عن العدد الذي يريده. كيف عرفت ذلك؟ لقد أعطاها السائح 4 قطع نقدية من فئة 25 سنت، فأدركت على الفور بأنه إن كان يريد تذكرة واحدة لما أعطاها قطعتين نقديتين من فئة 25 سنتا فقط. 9. توم بريدر. أنت عالم آثار بصدد استكشاف ضريح عتيق في الغابة، ولكن بعد مرور بضع ساعات بالداخل أدركت أنك قد فقدت طريقك، وفجأة تشاهد 3 أبواب تؤدي كافة إلى البهو الرئيسي، ولكن هناك فخ خلف كل الأبواب. يؤدي الباب الأول إلى غرفة مليئة بالعناكب السامة. خلف الباب الثاني هناك آلة تطلق السهام لعدة مرات فوق الأرض، ويخفي الباب الثالث منحدراً طوله 100 متر. لديك 10 ثوان لتقرر أي من هذه الأبواب سيؤدي بك إلى الحرية. يجب أن تختار الباب الذي يوجد خلفه السهام، بما أنها تطير عدة أمتار فوق الأرض فيمكنك الزحف تحتها. 10. العقل المدبر. في إحدى الليالي كان عدد من اللصوص بصدد سرقة الصناديق المليئة بالأجهزة الإلكترونية من أحد المخازن ويحملونها إلى شاحنتهم، وإذ بهم يسمعون صافرة سيارة الشرطة. ولكن على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من تجنب الشرطة، إلا أنه لم يتم القبض عليهم. لماذا؟ لأنهم بدأوا يحملون الصناديق إلى المستودع مجدداً، متظاهرين بأنهم بصدد تسليم حمولة ليلية. 11. لغز الحديقة. تستيقظ في الصباح لتجد قطعاً من الفحم وجزر وقبعة في فناء منزلك. تعلم جيداً أن لا أحد سيضع هذه الأشياء هناك بمحض الصدفة، إذن كيف ظهرت هناك من العدم في وسط العشب؟ كان الجو ساخناً أثناء الليل فذاب رجل الثلج. 12. مصعد آمن. تصلك رسالة تقول بأن رجلاً عنيفاً وخطيراً قد دخل لتوه إلى مبنى مكتبك
وعليك مغادرته بأقصى سرعة ممكنة. تهرع نحو المصاعد وفجأة يفتحان في آن واحد، وفي كلاهما يوجد رجل مريب. أي من المصاعد ستستقل؟ لديك 10 ثوان لإنقاذ حياتك. عليك أن تقفز في المصعد الثاني لأن الرجل الخطير قد دخل لتوه إلى المبنى ولا يعقل أن ينزل من الطابق العلوي. 13. ذبابة في قهوة. دخل جيمس إلى المقهى ليتناول فنجاناً من القهوة، ولكن عندما أحضرت النادلة الفنجان وجد الرجل ذبابة في فنجانه. استدعى النادلة وطلب منها أن تحضر له فنجاناً آخر من القهوة، وفعلت ذلك، ولكن عندما رشف جيمس القهوة من جديد استشاط غضباً وطلب مقابلة المدير، وأخبره أن النادلة قد أحضرت إليه الفنجان نفسه من القهوة. كيف عرف ذلك؟ كانت القهوة الجديدة حلوة المذاق لأن جيمس قد وضع السكر في فنجانه الأول قبل أن يعثر على الذبابة. 14. مكان آمن. عاش لوكاس في باريس، ولكن لم يكن يحب برج إيفل، لذا كان في كل يوم يتناول عشاءه في المكان الوحيد الذي لا يمكنه رؤيته منه. ما هو هذا المكان؟ يتناول لوكاس عشاءه دائماً في المقهى الموجود في قاعدة البرج. 15. صندوق الكنز. عثرت على صندوق مليء بالذهب ولكن يحرسه كلب متوحش. هناك 3 مفاتيح على الأرض، مفتاح أسود وذهبي وفضي. واحد منهم فقط قادر على فتح الصندوق، ولديك محاولة واحدة فقط للحصول على الكنز. إن اخترت المفتاح الخطأ سيهاجمك الكلب. في الأرض نقشت ملاحظة تقول: ألف ذال يا ألف، لام هاء فاء، ميم حاء باء، ألف تاء لام ألف. أي مفتاح ستختار؟ إن وضعت الحروف في ترتيبها الصحيح ستحصل على الجواب: المفتاح الذهبي. كم عدد الألغاز التي تمكنت من حلها بسهولة؟ أخبرني بذلك في قسم التعليقات أدنى. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، اضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع الأصدقاء. ولكن مهلاً، لا تذهب إلى أي مكان بعد، فلدينا أكثر من 2000 مقطع فيديو رائع يمكن مشاهدتهم هنا. كل ما عليك فعله هو انتقاء الفيديو على اليمين أو اليسار والنقر عليه. مشاهدة طيبة للجميع، ولا تنسوا البقاء على الجانب المشرق من الحياة.